السلام عليكم. الليلة هنشوف كيف بنبحث في جوجل سكولر اللي هو الباحث العلمي. فبنخش البراوزر بتاعنا، نفتح صفحة جديدة، نخش على جوجل سكولر. طيب بيظهر معاي جوجل سكولر الطريقة دي، أضغط عليه الباحث العلمي. فمثلا عاوز أبحث عن أي حاجة، مثلا طيب the importance of phonetic phonology in the language learning. فمن البداية ممكن نعمل كمان PDF، فبتجينا الخيارات PDF. بالضغط على الخيار، أي خيار موجود، يقول لها Papers مثلا. أضغط على الخيار هنا، بينزل معاي في شكل PDF. طيب ده PDF نزل معانا، بمشي على الأيقونة دي، بعمل له داونلود بكده، الـ PDF نزل. شكرا لكم.